سؤال آخر يقول: كان الصحابة أفضل الأمم بشهادة القرآن طبعا، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فكيف تسمح السنن الإلهية بالاقتتال بين من كانوا أفضل الأمم؟ يعني اقتتلوا في عهد الصحابة مو بعد عهد الصحابة. هذا سؤال طبعا وجيه ولابد يعني لابد من الرد عليه. الرد هو أنه لا تروح بعيد، يعني الصحابة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصل لهم مشكلة في أحد، وحصل لهم مشكلة في حنين، وأكدها القرآن ولامهم القرآن في ذلك وبين السبب. قال عن ما حصل في أحد: ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا اللوم على ما حصل لهم حين مالوا للغنائم وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونزلوا عن الجبل، جبل الرماة في أحد. فقد يكون إنسان يعني من أفضل الأمم ويكون عنده تقصير يستحق به عقوبة ربانية بقدر هذا التقصير. وفي حنين قال الله تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. يعني الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم أعجبتهم كثرتهم ولم تغني عنهم هذه الكثرة شيئا وهربوا وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لكن الله سبحانه وتعالى بثبات النبي صلى الله عليه وسلم والقلة القليلة التي معه بارك الله سبحانه وتعالى بذلك وقلب المعركة لصالحهم. فإذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت هناك مخالفات أدت إلى هذه النتائج. طيب نعود إلى إذن الصحابة ليسوا ما نقول منزهين، لكن ليسوا بعيدين عن السنة، تنطبق عليهم السنة مثل ما تنطبق على غيرهم. لكن كيف اقتتلوا؟ من مانع يعني إذا كان هناك أسباب للاقتتال حتى لو كان الناس في أفضل مراتب إلا أن يكون الإنسان معصوم، إلا أن يكون الإنسان يوحى إليه. حينئذ إذا كان الإنسان يوحى إليه ما في مجال لفهمين ولا في مجال لغش الآخرين، لأنه جميع يوحى إليه. يعني لو كان عندك أنبياء لا يستحيل أن يقتتل الأنبياء ويستحيل أن يختلفوا أصلا، لأن كلاهما يوحى إليه. لكن الإنسان البشر الذي لديه استعداد أن يفهم الأمر فهمين أو لديه استعداد أن يختلف في ترجيح المصالح وترجيح، من الوارد أن يصل هذا الخلاف إلى رفع السيف. لكن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى بالعكس من سنة الله أن أراد أن تحصل المقتلة بين الصحابة حتى نتعلم منهم أن الإنسان إذا اقتتل، إذا رفع السلاح على بعضهم البعض، يجب أن يقف الأمر عند هذا الحد، أننا اقتتلنا سياسيا لم نقتتل عقديا، لم يكفر الصحابة بعضهم بعضا ولم يبدعوا، يعني مو بس كفروا، لم يبدعوا، لم يعتبرهم خوارج ولم يعتبرهم يعني انحرافات بدعية أخرى. وكلا الطرفين لم يختلف في اعتبار الخوارج خوارج، والخوارج بالمناسبة لم يكن بينهم صحابة، يعني حتى الذين زعموا أن بينهم فلان وفلان فلان صحابة تم تتبع هذه الأسماء التي حسبت على الخوارج وتبين أنه غير صحيح. من بركة تربية النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بين الخوارج صحابي واحد. فإذا القتال بين الصحابة لا يتعارض مع سنة الله سبحانه وتعالى، بل بالعكس الله سبحانه وتعالى أراده حتى نستفيد منه ونتعلم من هؤلاء الموفقين الذين تربوا على منهج النبوة أننا كيف نتعامل مع من رفع السيف علينا إن كان مسلما، ونفرق بين التكفير والتبديع والاختلاف السياسي. الاختلاف السياسي موضوع والتكفير والتبديع موضوع آخر. يعني تصور أنه في عز المعركة كان معاوية رضي الله عنه كان يكاتب علي ويستفتيه في الدين، وهذا يعني علي رضي الله عنه يرد عليه الفتوى يعني وهما في قلب المعركة. فهذا هو شأن الصحابة وهذه الإجابة على السؤال.